الحريرة هي من بين العادات المغربية القديمة اللي قديمة ولو أنها عندها تاريخ. وهنا هنا مزيان أن احنا مرة نبحثوا في التاريخ ديال الأطباق ولا ديال الشهوات المغربية، فراها هذا ليستواغ كولينير ديال داكشي اللي احنا كنتناولوه اللي داخل في العادات ديالنا، راه فتا هي تاريخ مزيان أن احنا نكتشفوه. الحريرة كيف ما هي ولات معروفة، والحريرة على مختلف كتختلف على حساب المناطق اللي كتصوب فيها، ولكن بشكل عام اللي كنهضروا على الحرير الحامض والحرير اللي فيها ديال المطيشة اللي كيكون فيها مثلا الربيع، ومن كنهضر على الربيع القزبور المعدنوس الكرافس كتكون فيها بصل، كتكون فيها كيكون فيها عدس، كيكون فيها حمص، كيكونوا فيها مصادر ديال البروتينات، كيقدر يكون فيها شوية ديال اللحم، كيقدر يكونوا فيها كذلك يعني بعض العجائن إما مكرونة أو لا دقيق. فملي كنشوفوا هاد المكونات هذه كامله كنلقاو راسنا قدام واحد الوجبه كامله. وهاد ملي كنقولوا على وجبه كامله يعني كتعطينا واحد نسبه كبيره، ربما نتفاداو بعض الاخطاء، نتفاداو الكميه الكثيره اللي حنا غادي نتناولوها. فكتبقى شوربه من الحويجات اللي هما مزيانين اللي مسموح بهم اثناء هذا الشهر المبارك. وكتبقى دائما نصيحه اللي دائما كنذكروها هي دائما نحاولوا نحافظوا على الكميه ديال الحويجات اللي حنا غنتناولوهم.